اهلا بكم في حلقه جديده وفيديو جديد. النهارده هنتكلم فيه عن اهم توقعات وتحذيرات الابراج اخر 10 ايام في شهر مايو. هنبتدي احنا خلصنا اوريدي كل الابراج. هنبتدي من برج العذراء، بعد كده برج الجدي، بعد كده برج الميزان. ده الترتيب اللي هنشتغل بيه. بعد كده قوس. قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه. كالعاده بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه وتتابعوني على السوشيال ميديا، على انستغرام وعلى فيسبوك. تقولوا لي تتفرجوا على ايه، ان انتوا برج ايه. يعني ام سوري ان انا مش هقرا الكومنتس، بس اكتبوا لي كومنتس تحبوا نتكلم عن ابراج ايه. اخترت برج العذراء لانه هو الاكثر طلبا والاعلى مشاهده. فانا يا جماعه مع كامل احترامي كل الناس بتطلب كل الابراج، بس انا لما بعمل الابراج التانية نسبه المشاهده بتبقى قليله جدا، فبالتالي يعني معناها ان انا ما عنديش مشاهدين كتير. كالعاده يا جماعه عايزاكم تعملوا شير كتير للفيديو وتقولوا لي بتتفرجوا عليا من فين. طيب برج العذراء، زي ما قلت ان احنا الفتره دي اصعب فتره علينا في حياتنا. انا كراشه مراد وانا برج العذراء يعني باقر وبعترف ان الفتره دي كانت فتره صعبه جدا جدا عليا، لان انا اوريدي يعني عذراء زيكم، يعني من اسوأ 10 ايام عدوا عليا في حياتي. معلش يا جماعه، بس احنا ايه، انتوا عارفين عمر. فجوزاء صح، انا برضو محتاجه اعمل الجوزاء على فكره. الجوزاء والعقرب. العقرب انا عايزه بجد احيي كل الناس مواليد برج العقرب، لان برج العقرب برضو من الابراج اللي نسبه مشاهدتها عاليه عندي جدا جدا في الشانل يا جماعه. فثانك يو كل مواليد برج العذراء. يعني انا دولت الابراج اللي اعلى نسبه مشاهده عندي بالترتيب: عذراء، جدي، عقرب، ثور، كمان حمل على فكره، ودلو، ميزان. انتوا الابراج الاعلى نسبه مشاهده، وسرطان كمان على فكره. طيب برج العذراء، انتوا الفتره دي زي ما قلنا من اول يوم 11 لحد يوم 25/5 الفتره دي فتره صعبه، لان في تراجع لكوكب عطارد، وكوكب عطارد هو الكوكب الحاكم فينا. فتاري مودنا وحش، كسل، تحس انت متنح، مش عايز تعمل حاجه، الدنيا مش بتمشي بسرعه، علاقاتك فيها توتر، بتتخانق مع ناس كتيره، ناس كتيره بتزعل منك من غير سبب، قاسي، تحس ان انت كلامك بيزعل ناس كتير من غير ما تقصد، او من يعني علاقتك وحشه قوي قوي مع الناس اللي حواليك، ممكن يكون اكثر عصبيه. كسل يمكن اكتر طاقه مسيطره على برج العذراء الفتره دي، الكسل والخمول والتباطؤ، تحس ان الحاجه ما بتمشيش، الحاجه اللي بتخلص بسرعه بتعملها في ساعات، فطاقتك منخفضه جدا جدا يا برج العذراء. تحس ان عندك مشاكل، مشاكل مع عائلتك، مشاكل مع اهلك، مشاكل مع اصحابك، مشاكل. يعني يا جماعه عايزه اقول لكم ان انا تقريبا انا منقطع عن كل اصحابي بقالي تقريبا شهر من رمضان. انا ما بكلمش اصحابي، ما بشوفش اصحابي، مش بتخانق معاهم، بس مش ما اعرفش في حاجه غلط. قولوا لي انتوا كده ولا لا يا برج العذراء. ففعلا العذراء متعب ومنهج جدا، وناس كتيره بتبعت لي على انستغرام يقولوا لي احنا متضايقين من البارتنر بتاعنا هو برج العذراء، طب ليه بيعمل فينا كده، طب ليه بيتعصب علينا كده. فرفقا ببرج العذراء يا جماعه، الناس المرتبطه ببرج العذراء يعني خلي بالكم ان هو مش في احسن احواله. يعني انا عايزه احكي لكم على حاجه، انا ما كنتش قادره اقوم خلاص اعمل فيديوز النهارده لولا ان مامتي زعقتني، اقسم بالله العظيم قومتني بالعافيه عشان البس او احط ميك اب واجي اعمل الفيديو. ماما كانت مش طايقاني، واللي هو يعني عايزه اقول لكم هتخبطني بحاجه عشان اقوم، لان انا مش قادره بجد. ففي كسل وتباطؤ وتكاسل، وتحس ان انت مش فارق معاك اي حاجه، اللي هو الشغل يلا بقى الدنيا تخبط تقلب، في مشاكل يلا عادي والله ما فارق معايا. ففعلا عذراء عنده البارتنر بتاعك متضايق منك، يلا مع السلامه مش عايزك اصلا. What do you want؟ يا جماعه بس ثانيه واحده عايزه اقول لكم حاجه، هنخرج بره موضوع بجد. عمر عايزكم كلكم تعملوا له فولو، انا في بوست سبت لكم فيه الانستجرام بيج بتاع عمر، عايزين نوصله ل 100,000 يا جماعه. انا ما وصلتش ل 100,000، فاعملوا لي فولو واعملوا عمر فولو، اكتر اهم مني عمر، اهم مني تعملوا له فولو. شوف من هنا، شوف من هنا. اوكي هات بوسه. طيب هات بوسه، احنا الدلو والعذراء قصه حب لا تنتهي. انا هنا يا جماعه، عمر برج الدلو، شايفين الكيوتنس؟ شوف انا هنا كمان، الاتراكتفنس يا جماعه. انا هنا. اوكي طيب برج الدلو جذاب على فكره. طيب فكمان مش شايفه ممكن يكون عندك مشاكل في الشغل، ممكن تتعاقب، ممكن يبقى عندك سبوت لايت، تعمل حاجه غلط، عندك اضواء على اي حاجه غلط هتعملها، حد يحاسبك على غلطه انت عملتها قبل كده مثلا، محدش اكتشفها تكتشف. علاقتك بمديرينك ممكن يكون فيها توتر، علاقتك باصحاب العمل او ذوي سلطه فيها توتر، فخلي بالك من شغلك وركز كويس جدا جدا يا برج العذراء، لان هناك اناس يعني مستنيين لك على غلطه. دين بقى يلا اغلط، يلا احنا مستنيين لك. فممكن يكون عندك مشاكل حاده ومشاكل صعبه في العمل،
ركزوا كويس جدا بليز في شغلكم، ركزوا ما تخلطوش، ركزوا في اشخاص منتظره غلطكم علشان يشمتوا فيكم يا برج العذراء. عندكم طاقه حسد مش طبيعيه، انت محسود يا برج العذراء دايما. على فكره يا جماعه في ابراج بتتحسد اكتر من الابراج التانية. مين الابراج اللي بتتحسد؟ الابراج اللي روحانيتها عاليه. انا هعمل فيديو عن موضوع الحسد لان ناس كتير طلبته مني، بس اكتر الابراج اللي روحانيتها عاليه هي الابراج التي تتعرض للحسد. قولوا لي يا جماعه بتتفرجوا عليا من فين؟ ناس كتير قوي بيقولوا لي من امريكا، هاي، من كندا، من سويسرا، من ايه، من النرويج، اهلا بيكم. طيب نكمل على برج العذراء. يبقى الفتره دي نستحمل لحد يوم 25. من اول يوم 25 هتحسوا ان الدنيا بدات تظبط، الدنيا بدات تمشي، كل حاجه بقت تمام. قولوا لي الكلام ده مظبوط معاكم ولا لا. انا عارفه يا جماعه ان العذراء تعبانه، عشان الناس كلها بيقولوا لي ما تتخيليش احنا تعبانين ازاي في الكومنتس بتاعت اللايف. اي نو ذس، بس انا عارفه ان برج العذراء لا يستهان به، وان هو قوي، وان هو يعني هيقوم ويقف يعني. وموضوع التكاسل والتباطؤ اوريدي من يوم 11 في شهر مايو، شهر مايو يمكن احنا اللي دعمنا شويه. تخيلوا لو الشمس مش موجوده في برج الثور كان زمان هيبقى ايه يعني. على الاقل احنا دعمنا ان الشمس موجوده في كوكب صديق لينا هو برج الثور. طيب ندخل بعد كده على الحاله العاطفيه لبرج العذراء. ماذا يشعر برج العذراء في العاطفه؟ بجد عايز اشكر كل الناس كاتبه لي كومنت ايجابيه ويقولوا شكلك حلو والكلام حلو جدا، يعني لقد اخجلتم تواضعنا يا جماعه. هما كده برج العذراء سامبل وحلوين كده وفيري سامبل يعني. طيب تعالوا نتكلم عن برج العذراء والحب. اول حاجه برج العذراء في شهر، في نهايه شهر مايو سوف تشعر بطاقه حب، في طاقه حب جديده داخل حياتك. يعني يا اما شخص هيبقى منجذب اليك جدا، هيتقرب منك جدا، هيبقى بيحاول يعني يخليك تعجب بيه، فعندك طاقه حب او طاقه اعجاب. يا اما انت معجب بشخص، يا اما شخص معجب بيك، بس هناك شخص هيقتحم حياتك، شخص جديد هيملى حياتك حب، في طاقه حب وطاقه يعني ايه، هتبقى مبسوط، حاسس بالحب، حاسس بالسعاده يا برج العذراء. كمان يا برج العذراء، بس هناك شخص ما هيبقى بيفكر فيك كتير قوي، هيبقى بيحبك، هيبقى عايز يقرب منك، عايز يبسطك، فدي حاجه كويسه. اما الناس المرتبطه اوريدي، فعايزه اقول لكم ان في شويه مشاكل، ممكن يكون في تباعد او تجاهل بينك وبين البارتنر، في يعني انت متجاهل او هو متجاهلك، في حد فيكم متجاهل الطرف الاخر، في بعد الشخص التاني مستنيك تاخد فيرست ستيب وانت مستنيه. مشكله العذراء يا جماعه ان هو مش شاطر في اخذ الفيرست ستيب، وردود افعاله مش متوقعه، ويعني ممكن يضايق الناس من غير ما يقصد. قولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا، قولوا لي تتفرجوا عليا من فين وانتوا برج ايه. فللاسف عاطفيا يا برج العذراء انت مش احسن حاجه خالص، والفتره دي فتره صعبه فيك عاطفيا. الناس السنجل والمنفصلين عندك يعني ناس كتيره قوي معجبه بيك، يعني هناك اشخاص كتيره معجبه بيك، ناس كتيره تعرض عليك الحب، بس عارفين انتوا اللي هو من كتر خطابها بارت. هو برج العذراء عنده، انا مش عارفه ايه البتاع اللي انا حطيته على بيلمع قوي، ايه ده، من كتر خطابها بارت. للاسف يا برج العذراء من كتر ما في ناس كتيره معجبه بيك، من كتر ما في ناس كتيره عندك عروض حب كتيره، هتبقى محتار، فعندك طرف تالت او عندك حيره في الحب. ممكن تكون معجب بشخصين في نفس الوقت، او معجب بشخص وشخص تاني هيحاول يقرب منك فيلفت انتباهك، فهناك حيره او عدم استقرار في طاقه الحب، خاصه للناس المنفصله او الناس السنجل. الناس المرتبطه في تباعد بينك وبين البارتنر بتاعك، او في طاقه عند اللي هو انت هتعمل كده طب انا كمان هعمل كده، انت مش هتكلمني طب انا كمان مش هكلمك، انت هتبعد طب انا كمان هبعد، فشايفه في طاقه بعد وطاقه خزلان، كأن الشخص الآخر بيخزلك شوية، أنت متوقع إن هو يتصرف معاك بطريقة معينة، فهو مش بيتصرف معاك بهذه الطريقة. في حد بيقول لي رشا ممكن تعملي لنا إيه صفات إزاي نجذب مولود برج العذراء ليقع في حبنا؟ أنا بحب شخص من برج العذراء وصعب جدا. أوهو، ده أنا أديكم مجلدات يا جماعة إزاي تجذبوا برج العذراء. طب إيه رأيكم نعمل بعد ما أخلص الفيديو ده على انستجرام فيديو إزاي تقدر تجذب برج العذراء؟ قولي تحبوا نتكلم عن برج، نجذب برج إيه كمان؟ ده أنتوا تؤمروا يا جماعة. طيب اكتر طاقات ظاهرة عند برج العذراء في الحب، طاقات ابراج هوائية برج الميزان وبرج الدلو، طاقات ابراج نارية برج الحمل وبرج الاسد، وفي قوس كمان على فكرة، طاقات ابراج ترابية ثور وجدي، طاقات ابراج مائية عقرب وسرطان وحوت كمان، دي الابراج اللي ظاهرة عندك.
اوكي عندك رجوع. انا شايفه ان العذراء ممكن يكون عنده رجوع، وخاصه لو برج ترابي او برج مائي عندكم رجوع لشخص من الماضي، الشخص ده ممكن يرجع لك يعني بيجدد علاقته بيك، انه كان انه بيبتدي علاقه جديده معاك، انه بيبتدي قصه حب جديده معاك. انت فعلا يا برج العذراء حاسس ب يعني حاسس انت حاسس انت متوتر شويه. ماما ما تعمليش بقى دوشه، حاسس انت متوتر شويه، حاسس ان انت خايف شويه، حاسس ان انت مش عارف انت عايز ايه. حاول ان انت تركز يا برج العذراء، لو حاجه لو اي قرار انت مش متاكد منه. في حد كاتب لي انت شبه انجلينا جولي، ايه ده بجد والله ثانك يو. يعني انا شبه انجلينا جولي ولا لا يا جماعه؟ اكتبوا لي. برج العذراء يعني اكتر طاقه مسيطره هتكون مسيطره عليك اللي هو الكسل والخزلان، عندك ناس كتيرة ممكن تخزلك الفترة دي، وكمان طاقة الحيرة لان عندك حيرة ما بين كذا شخص وعندك طرف تالت. للأسف برج العذراء من الأبراج اللي عنده طرف تالت، اوكي؟ يا اما انت معجب بشخصين في نفس الوقت، يا اما شخص انت معجب بشخص مرتبط، يا اما شخص مرتبط معجب بيك، فهناك طرف تالت في حياة برج العذراء وبقوة كمان. قولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا؟ قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من فين وانتوا برج ايه؟ وعايز اسالكم تحبوا نتكلم عن ابراج ايه الفتره الجايه؟ يعني هنديكوا اوبشنز وانتوا اختاروا، نتكلم عن العقرب، النهارده هنختار برج كمان، نتكلم عن العقرب، نتكلم عن الجدي، نتكلم عن السرطان، نتكلم عن القوس. اختاروا حد فيهم او الميزان، خمسه اهو. اختاروا النهارده واكتر برج هيكتب، والله اي بروميس ان انا هعمل. طيب هل انت فعلا يا برج العذراء محتار ما بين شخصين مختلفين تماما عن بعض ولا لا؟ وهل فعلا في رجوع لشخص من الماضي ممكن يكون برج الجدي، او برج الشخص من الماضي ده برج الجدي، او برج الميزان، او برج الدلو، او برج العقرب ولا لا؟ طيب البارتنر بتاعك بيفكر ازاي فيك يا برج العذراء؟ بيقول عليك ان انت مغرور، او انت شايف نفسك او شايف ان انت عنيد، فهو بقى عايز يكسر مناخيرك، فهو كمان هيعند معاك وهيتجاهلك، وهيبين لك ان هو بيتجاهلك، انه بيفكر فيك كتير جدا، لان هو خايف على شكله، خايف على منظره، خايف على صورته، فهيبين لك عكس اللي جواه. الشخص ده بيعرف يبين عكس اللي جواه جدا، فبيبين لك ان هو مش مهتم، ان هو متجاهلك، ان هو عايش حياته من غيرك. فبرج العذراء على فكره الفتره الجايه شايفاك بتهتم بنفسك، شايفاك يعني الاسبوع الجاي ده بالذات كمان اسبوع حلو جدا، بس خلوا بالكم من يوم الاثنين والثلاث بعد كده الدنيا هتنتظم. يعني الاسبوع الجاي اللي هو الاسبوع الجاي اللي احنا فيه النهارده يوم 19 تقريبا او 18، الاسبوع الجاي هيبقى من احلى اسابيعك يا برج العذراء، فيعني ايه هتنطلق كده وهتنبسط. بعد يوم 25 يا جماعه تحسوا كده ان في انفراجه، في كده قوه، في كده فرح، فهتنبسطوا جدا. ثانك يو، اي لاف يو، بحبكم جدا 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 بجد من كل قلبي. عايز اشكر كل حد بيكتب لي كلمه حلوه او بيكتب تعليق ايجابي او بيشجعني او بشجع عمر ابني او ماما، يعني بجد ثانك يو على حبكم ودعمكم. وبليز يلا تروحوا تعملوا لي فولو على الانستجرام وتعملوا لعمر لمع يا جماعه جيمر، انا سايبه البوست على فولو على الانستجرام، وتشتركوا في قناه ماما اندراشا، هسيب لكم كل اللينكات تحت. وشكرا بجد لكل الحب والدعم. قولوا لي تحبوا نتكلم عن برج ايه. اي لاف يو، اي لاف يو، بحبكم جدا جدا، واشوفكم في فيديو تاني. ويا جماعه ثانك يو للناس عماله تقول لي روز الاحمر يليق بيكي، شكرا. انا قلت طاقات يعني اقوى طاقات موجوده حوالين برج العذراء هقولها، دلو، ميزان، حوت، سرطان، عقرب، جدي، جدي تور، دي اقرب اقوى الطاقات الموجوده. ممكن يكون عندك شخص على فكره بيحاول يتقرب منك من برج قوس او اسد، بس يعني العلاقه صعبه او مستحيله. عندك شخص عائد من الماضي برجه الميزان او الجدي او العقرب. شكرا يا جماعه. عمر حط ال بيكتب اللينك بتاعه على الشات، اعملوا له فولو يا جماعه. ثانك يو، بحبكم. يلا قولوا لي بتتفرجوا علينا فين. باي، مع السلامه.